يا شروق، مساء الخير واهلا بكم في حلقه جديده من حلقات قوس قزح. قوس قزح بيجدد لقائنا معاكم كل يوم خميس الساعه 5 مساء. فقرتنا الليله فقرات متنوعه فيها الكثير. هنبدا بالهنا، بالهنا مع خبيره التغذيه ميته جلال، مخاطر وفوائد السكر والملح. وفي فقره باترونات نتابع موهبه جديده وعمل فني يدوي مع براح الكناني. في فقرة أطياف مع الاستشارية الأسرية وخبيرة التنمية البشرية أستاذ عفاف إبراهيم، الطلاق بداية حياة جديدة. وفي فقرة ستايل مجموعة من منتجات شركة أوريفليم فيما يخص الجمال والتجميل. بالبنفسج كيفية مقاومة الشيخوخة. تابعوا فقرات. مشاهدي قوس قزح وصلنا لفقرة بالهنا، فقرة بالهنا وعلاقة التغذية بالصحة، لأنه غذائنا ممكن يكون دائنا أو دوائنا، لازم نتعرف على العناصر الغذائية وتأثيرها على صحتنا. خليكم معنا في بالهنا. مشاهدي قوس قزح، بالهنا الليلة موضوعنا الأبيضين، الأبيضين السكر والملح، تأثيرهم على صحتنا، فوائدهم، المغادير اليومية اللي بيحتاجها جسمنا للأطفال وللكبار، ونعرف كمان الأضرار اللي ممكن تحصل لنا من الملح والسكر. هتكلمنا الليلة عن الموضوع ده اختصاصي التغذية ميتة جلال. مرحب بك في قوس قزح فقرة بالهنا. أهلا بك دكتور إيمان، ومرحب بمشاهدي قناة الشروق. طيب نبدأ بالملح بعدين نحل بالسكر. طيب الملح بيختلف المقدار بتاع الملح لنا نحن الصغار او للناس الصغار او الكبار، المقدار بتاع الملح بيكون كم، والملح ذاته هو العناصر المكونه له هو عباره عن شنو يعني؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما عارفين كلنا انه الملح من العناصر او من المواد المهمه جدا في كل بيت سوداني. نعم. يعني لا يخلو بيت سوداني ما بيستخدم الملح. نعم. لكن طريقه الاستخدام بتكون كيف؟ والملح هو اصلا مكوناته شنو؟ نعم. فالملح الاسم العلمي له هو كلوريد الصوديوم، يعني بيتكون لي من الكلور ومن الصوديوم. الصوديوم. نعم. اللي هي ال NaCl. نعم. ده التركيب الكيميائي للملح، كلوريد الصوديوم. كلوريد الصوديوم. نعم. ده اللي هو ملح الطعام. نعم. ف والمقدار للاطفال والمقدار اليومي، يعني احنا دايرين نغدر بحاجه تكون عارفينها اليوم، المفروض احنا استهلاكنا في اليوم للملح يكون قدر كيف بالضبط يعني؟ طيب يلا، في استخدامات كثيره طبعا. نحن هنا في الاطفال مثلا، الاطفال طبعا عندنا من بعد ياخذوا الاغذيه التكميليه اللي هم من بعد الرضاعه. نعم. من 6 شهور ديل اصلا ما محبذ نبدا لهم بالملح، يعني مثلا بدينا لهم بالزبادي، اديناهم بيض، حاجات بنديهم قليل ملح خالص، ما بتدخل لهم الملح، ما بدخلهم خالص الغذائيه. أيوه. في الاول. تدريجيا ثاني لما يصلوا مرحله الروضه اللي هي بس في السندوتش، طبعا بيكون في حاجه مثلا معموله في البيت. نعم. اللي هي بتضاف لها الملح طعم بسيط. نعم. لكن الاطفال ديل هم يعني انا بعتبرهم ان هم الشريحه المهمه جدا. ايوه. لانه الاطفال اذا احتاجوا من الاول انه ده يعني يعني الستاندرد يعني. ايوه الستاندرد يعني لاي حاجه تكون طعمها كذا. نعم. خلاص دي حتكون ايوه العادات بتاعتهم اللي حيمشوا بها لقدام. نعم. يعني ثاني لو حصل لهم اي حاجه في مرحله المراهقه لقدام لاي حاجه يعني ما حيرضوا يتناولوا حاجه قليله الملح. نعم. خالص يعني سواء كان ملح او سكر. فالاطفال دي هي الشريحه اللي بنركز عليها. من الاول نعودهم انه يعني ايوه اللي هي 3 جرام 3 جرام دقايق يعني في اليوم. فلاحظ انهم مثلا اخذوا طبيخ، اخذوا شنو الحاجات دي كلها، داخل فيها الخبز، داخل فيها البسكويت اللي بياخذوا، ده كله بتحتوي على ملح، كلها بتحتوي على الملح. ايوه. والحاجه هي الناس ما بتنتبه لها انه يعني الشركات بتاعه التصنيع الغذائي بتكتب المحتوى من الصوديوم، المحتوى من الصوديوم هو المحتوى هو من الملح. نعم. فانت لاحظ انه طفل اخذ لي يعني كيس بتاع بطاطس اللي هو الشيتوس، الحاجات دي فيه ملح كتير. دي لو لاحظت ليه انت بتلاقي مكتوب فيه 2 و3 جرام من الصوديوم، يعني ده اللي بيحتاج في يومه كله، يعني ده ممكن يكون بيحتاج في يومه كله كيس بتاع شيبس في واحد، كيس بتاع شيبس واحد. نعم. غيرك دايما ايوه نعودهم انهم ياكلوا الاكل الطبيعي، الحاجات اللي في البيت. طبعا برضو من الحاجات اللي ممكن هي تساعد انه الملح، اي حاجه دايما لما تتعرض للحراره مفعوله بقل. نعم. فالملح كذلك. يعني عندنا ربات من المخاطر اللي بتقوم تعملها في البيت تستخدمها، انه مثلا اذا نسيت الملح فبتقوم في الاخر بتجي تكب الملح من فوق، في النهايه فوق في الاخر أيوة من فوق. ايوه كده. فكده انت اخذت الملح بيور، يعني هو
قيمته عالية يعني نعم لكن أضراره أكتر. أضراره أكتر دائما لما تكون الحاجة دخلت النار أو تعرضت لمعاملة بتاع الطهي الحرارة الحاجات دي بتقلل من قيمتها. يحسن ترش في النهاية مما يكون من البداية مطهي قصدي كده يعني؟ لا طبعا إنه يخش يخش النار. يخش النار طبعا أيوة. فأنا نعم. بقول لك إنه دائما كده حاجة نعم. أنا لاحظت عليها برضو الأطفال اللي هم اللي انت قلتي بياخدوا حتى هم اللي عندهم عادة بيستخدموها حتى الشيبسي لو لقوه مسيخ أو كده بيجيبوا ملح بيكبوه فيه من فوق صح. ده ليه لأنه متعود من أول أنهم يأكلوا ياخدوا ملح, ملح. أيوة. كثير طيب في أنواع من الملح؟ أيوة في أنواع نحن بنعرفهم هنا يعني أول شائع بالنسبة لنا نعم. هم اثنين يعني الملح الطعام الملح السفرة أو الملح المائدة العادي حقنا اللي بنستخدمه العادي ديا أيوة وفي الملح البحري فده الاثنين الشائعات في عندنا الملح الخشن ده بيكون في شكل حبيبات كريستالية نعم. ده دايما يعني استخداماته هنا في السودان ما عندنا كثيرة هو ميزته انه طعمه يعني بيدي الطعام نكهة او طعم اجمل يعني نعم. بيميلوا له دايما الطباخين وال يعني الناس اللي بيشتغلوا في الشركات بتاعت الأغذية بيستخدموا الحاجات دي يعني بدي الطعام طعم مميز وملح اليود ده وملح اليود ده هو شنو نحن عندنا قلنا ملحين ملح الطعام العادي أو ملح السفرة اللي هو زي ديا أيوة. وعندنا الملح البحري الملح العادي اللي هو الملح المكرر ديا بيستنتجوا من أو بيستخلصوا من وين اللي هو من البحر نعم. بواسطة عملية التبخر اللي هي بيبنوا زي أحواض بالغرب من الشواطئ بتاعت البحر بتكون في شكل كتل صخرية فبعد ذاك بيمشي بيتعامل بيعمل له إعادة تصنيع بيستخلص منه العناصر المعدنية الموجودة فيه كله بيفضل لنا بس الملح الصوديوم اللي هو أيوة ده هو الموجود أما الملح البحري هو الملح أنا بفتكر إنه هو الملح يعني الأصحى والمفترض ناخده لأنه بيكون موجود بالخلقة يعني خلقة ربانية زي ما بيقولوا وما عنده أي مدار على الإنسان بيحتوي على اليود وبيحتوي على 5 عناصر أخرى وفيه كمية من الصوديوم زي 95% طيب اللي بيستخدم في حياتنا اليومية دي واحد فيهم ده هو اللي هو العادي ده العادي فيه مشكلة بسيطة اللي هو بيضاف له مواد كيماوية وبيستخلص منه كل العناصر المعدنيه لان في عمليه التقريش ايوه هم بيكون في شكل كتل او صخور ايوه صح فبيمشي بيعمل عمليه التفتيت والحاجات دي كلها فبيفقد اغلب الخواص حقته اللي بيحتوي بس في على الصوديوم في نعم. الاخر لكن نحن يعني بنناشد انه دائما لكل الامهات لكل ربات اي يعني اي شخص بيستخدم الملح نعم. انه يستخدم الملح الميودن لانه الملح العادي حقنا ملح الطعام ملح السفره الملح اللي بنجيبه مثلا سواء بالشوال بالكيلو بالحاجات دي هو نسبه اليود بتكون قليله خالص وبتكون عدم هي اصلا فيه نسبه 1% ودي بتكون تقريبا اتلاشت في يعني احسن ناخذ الملح المكتوب عليه ملح الميودة. باليود الملح الميودة. نعم الملح الميودة. طيب الاضرار من الملح شنو ليه ما نعود اطفالنا ياكلوا وجبات مع الحشد يعني المشكله شنو في الملح يعني الملح بيعمل على احتباس السوائل داخل الجسم اول حاجه نعم. بعد ذاك هو عرض يعني الاضرار بتاعته بتجي يعني ليتر اون لقدام بتجي الاصابه بالامراض اللي هو يعني من اخطر الامراض او يعني اكثر مرض هو مباشر من الملح اللي هو ارتفاع ضغط الدم ايوه ارتفاع بعد ايوه ارتفاع ضغط الدم ارتفاع ضغط الدم ده عنده ثاني يعني كذا يعني هو ارتفاع ضغط الدم بيؤدي الى سكتة دماغيه نعم. الى الجلطه بيؤدي الى امراض الكلى امراض القلب وتصلب الشرايين صح بالإضافة يعني. لغرحة المعدة وغرحة الاثنى عشر وحتى هسه في اتهام يعني من بعض الأطباء إنه الملح أثبت إنه استخدامه كثير للأطفال هو السبب في الأزمة يعني الأزمة الشعبية أيوة اللي هي جملة على الأطفال دي ده من كثرة تناول الملح الزايد نعم. كمان برضو كثرة تناول الملح أضراره بيعمل على هشاشة العظام خاصة للنساء وخاصة للفتيات دي أضراره كثيرة حقيقة أضراره كثيرة يعني من أشهرها ومن أكثر حاجة معروفة وأسف بقت منتشرة جدا ارتفاع ضغط الدم ارتفاع ضغط الدم المشاكل اللي ممكن تحصل منه كلها وحتى الضغوط بتاعت المجتمع يعني الزمان الضغط ده مربوط بعد عمر الأربعين أيوة لكن هسه بقى يجي للشباب للشباب فعلا أيوة يعني الواحد تلقيه في سن الجامعة في كده بتحس طيب في الموية والمشروبات الغازية في ملح الموية الجاهزة في يعني صوديوم فيها صوديوم فيها صوديوم ايوه دي برضه أي انا بقول لك انه اي حاجه بتلقاها محتوى من الصوديوم اللي هو الملح فيها الملح كل نعم. الحاجات بيكون لها محتوى البسكويت اللبان الكيك اي حاجه الخبز كل الحاجات دي بنلقى فيها الملح يعني بس اهم حاجه انه ننبه الناس انه الملح ده موجود في حاجات ثانيه ما الملح العادي يعني ممكن أيوة ما معناته انا عشان اخذ المقدار حقي اجي احسب انه كذا بالملعقه ده المقدار حقي انت الحاجات اللي بتتناولها ايوه يعني احنا عندنا ما عندنا سياسه
التتبع الغذائي، يعني انا اخذت شنو، في ناس بتسجل بتعرف الحاصل شنو. أيوة خلال اليوم انا، لكن ما معناها انه هم الناس بس عندهم مفهوم انه الملح البيور الموجود قدامك هو ده الاستخدام او ده المقدار المفترض انا اتناوله. وطيب بالنسبه للسكر، السكر ده طبعا حدث ولا حرج، كثير من الناس السكر عندهم حاجه اساسيه في اليوم. أيوة. الحلويات، السكر في العصير، السكر بعد كل وجبه وقبل كل وجبه وبين الوجبات. طيب السكر انواعه برضو عايزين نعرف اذا كان في منه انواع. انا شايفه في منكهات هسه بتشبه السكر، السكرين وغيره. أيوة. هل في انواع؟ ودايرين نعرف المقدار اليومي برضو للسكر والفوائد. طيب اوكي. السكر برضو من المواد اللي ما بتخلو، يعني من المواد الهامه، يعني ما بتخلو من اي بيت. نعم. فالسكر هو عباره عن السكروز اللي هو التركيب الكيميائي او الاسم العلمي له سكروز. السكروز. وده بيجينا من وين؟ من تكوين اتحاد جزئين، يعني سكرين احاديين اللي هم الفروكتوز والجلوكوز. نعم. اللي هو كون لي السكر. نعم. انواعه عندنا نوعين، اللي هو السكر بيستخلص من نبات قصب السكر. ايوه. وفي عندنا ده طبعا في المناطق الحاره. نعم. عندنا النوع الثاني سكر البنجر، ده بيستخلصوه في المناطق البارده في اوروبا. نعم. ده النوع الثاني. بعد ذلك بنجي للأنواع الثانية اللي هو النوع الأبيض والنوع البني. أيوة نعم. فالنوع البني هو عبارة عن سكر خام. سكر الزمان. طيب السكر وداخل في حياتنا اليومية، وما بنقدر نحرم أولادنا من الحلويات من الصباح في شوكولاتات وغيره داخل السكر. أكيد. طيب السكر أضراره؟ أضراره كثيرة طبعا. أول حاجة هو سبب المباشر في الإصابة بمرض السكر. نعم. طيب أنت أسس أنت برضو أنه الكميات المفترض تأخذها بالضبط كده. نحن هنا عندنا يعني عيب انك تسال الزول تقول بتاخد كم ملعقه سكر. يلا، هو ما عيب، بالعكس هي دي حاجه جميله جدا جدا. نحن السكر مفترض نتناوله على حسب احتياجنا له. نعم. يعني مثلا انا زوله ست بيت قاعده في البيت، حركتي محدوده او كده، ما بحتاج ما في حرق للسكر، ما في حرق للسكر. ايوه كده. نعم. حتى بالنسبه للاشخاص يعني الاصحاء وبالنسبه للمرضى برضه، هو يعرف نفسه انه السكر ده محتاج لقدر كيف للطاقه. حتى اطفالنا نعوده من الاول، يعني انه السكر ده ما يعني اي حاجه لازم تكون سكر مظبوط او سكر زايد زياده او حتى كدا. العصير ممكن يكون عصير فريش. آه. من غير سكر صح. آه. ايوه. الاطفال في سن الحب وفي الحاجات زي دي تديهم حاجات بس ترى هم يداب حركه، مجرد ما يبدوا يمشوا بتدخلي لهم شويه شويه. نعم. اكثر ناس هم العمال اللي بيشتغلوا يعني اعمال شاقه بيحتاجوا لسكر. أيوة. بيحتاجوا لسكر الطلبه. نعم. التفكير الذهني الحاجات دي كلها بتاخد منهم. طيب في اقل من دقيقه كده ممكن نعرف المخاطر حق السكر. قلنا السكري ده ممكن يكون الخطر الاساسي في الموضوع، وبعد كده مخاطرهم اثنين هم بنقول لهم سم ابيض والقاتل الصامت. يعني الصامت. نعم. القاتل الصامت. نعم. فمدارهم الاثنين يعني كل واحد مقل خطوره عن الاخر. نعم. يعني اهم حاجه عندنا في الملح زي ما قلنا انه الامراض الشرايين والقلب والضيق. وبالنسبه للسكر، السكر ذات نفسه ممكن يكون من اكثر الامراض عرضه، وهم الاثنين نسبهم ارتفعت في المجتمع بصوره مخيفه جدا جدا. يعني ممكن احنا يكونوا قليل جدا وممكن نستغنى عنهم تقريبا، ما بصوره اساسيه لكن الى حد ما يعني شويه، والحياه ممكن تمشي بصوره احسن. ايوه يعني احنا قلنا مخاطرهم كده، لكن البديل لهم اكثر، البديل عندنا المنتشر هو السكرين. ودي السكرين انا بحاول احذر منه الناس لانه استعماله على المدى الطويل. نعم. هو اثبت انه فعاليته انه قادر انه يسرطن الخلايا، يعني هو كما سرطن. أيوة فعلا في دراسات كثير عن السكرين والاصابه بسرطان المثانه. سرطان المثانه. ايوه. نعم. فدي المحليات اللي هي بنقول انها بدايل غذائيه، يعني بدله ممكن نلجا نحن للبديل الطبيعي. البلح، البنجر، الجزر، الحاجات دي كلها نستخدمها كبدائل طبيعية بدل السكر. يعني حكاية إنه هم السمين الأبيضين دي ممكن تكون حقيقة إلى حد ما. أكيد. للسكر والملح. يعني للسكر والملح. فنحن يعني بنحذر وبنحاول نعود أطفالنا إنه ممكن المغادير حق السكر والملح، حتى العصير ممكن يشربوا العصير الفريش من غير سكر نهائي. المخاطر حق السكر والملح ممكن تكون أكثر كثير من الفوائد، والملح موجود في حاجات كثيرة، ما إلا الملح في بصورته العينية. يعني الملح ممكن يكون داخل لنا في الأكل حقنا، في المويه اللي بنشربها، في المواد الغازية. نحذر الملح والسكر عشان أطفالنا يكونوا يتربوا في صحة سليمة، نقلل المخاطر بتاعة السكري وارتفاع ضغط الدم. ديل كان أهم المشاكل الصحية بسببها لنا السكر والملح. شكرا لك أستاذة مايسة جلال. شكرا لك يا دكتورة. تغبط في حلقات جاية بإذن الله. ومتابعي
قوس قزح. خليكم معنا. مشاهدي قوس قزح وصلنا لفقرة ستايل، ومع شركة أوريفليم هنتعرف على منتجات جديدة من منتجات أوريفليم. خليكم معنا. When we developed Optimals 7 years ago, we wanted to create a product that performs and answers your specific skin needs. And we wanted to make it easy to choose the right product. So whatever your age, or whatever skin need you have, there is an Optimals for you. It's no wonder it became the number one face care brand. But we wanted to do even better. We realized that behind every ideal skin was a great base, and that means taking care of the foundations of your skin. So we added a new protective technology at the heart of all Optimals products. It comes from the Scandinavian lingonberry, and you know, this berry is so strong that it can survive up to minus 40 degrees in the harsh Arctic winters. Can you imagine what a berry that resistant could do for your skin? This lingonberry has such great antioxidant potential that we created and patented a new unique technology called Lingon 5050. Antioxidants are a key element in the protection and health of the skin, acting as a barrier to harmful UV rays and pollution. They allow for a healthy, youthful complexion, the base to all ideal skin. This patented technology, Lingon 5050, is a blend of 50% berries and 50% leaves. So now, each Optimals product contains the antioxidant patented technology, plus a customized active which differs according to your specific skin need, which equals ideal skin. Optimals just got amazing. جايين نتكلم اليوم عن مجموعة اسمها مجموعة الأوبتيمالز. في المرة فات كان تكلمت عن مجموعة اسمها Love Nature. طبعا دي كانت مجموعة بتخص الفئة العمرية اللي هي يعني لحد 30 سنة. مجموعة الأوبتيمالز هي مجموعة كانت موجودة من زمان في كتالوجاتنا، لكن في الفترة الأخيرة أو في السنة الأخيرة اتطورت، يعني عملوا على شغل على أكثر من 7 سنين، وبقت مجموعة مختلفة تماما من المجموعة القديمة. المجموعة دي معمولة بتقنية جديدة عالية، بتقنية جديدة أو تكنولوجيا جديدة اسمها Lingon 5050، اللي هي معمولة أصلاً من نبات التوت البري وورق التوت البري. المجموعة دي فيها مجموعات كثيرة في المجموعة نفسها، بتهتم بكل أنواع البشرات، سواء البشرة العادية أو الجافة أو الدهنية أو الحساسة، وهي بتغطي مشاكل كثيرة جداً للبشرة. يعني بتغطي احتياجات كبيرة للبشرة، وبتغطي فئة عمرية لحد عمر 40 سنة. المجموعة دي فيها مجموعة، أول حاجة اللي هي Normal to Combination Skin أو العادية للبشرة الدهنية العادية المركبة، وفيها برضك المجموعة بتاعت Smooth Out اللي بتهتم بتنعيم البشرة. عندنا فيها مجموعة الأكسجين بوست اللي هي بتعزز إنتاج الأكسجين في البشرة. حتى المجموعة دي مقسومة لمجموعتين، مجموعة بتعزز إنتاج الأكسجين في البشرة، ومجموعة اسمها أكسجين بوست وايت اللي هي
غير تعزيز الأكسجين في البشرة بتدي خاصية تفتيح البشرة. دي بتحمي بتعمل حماية البشرة من عوامل البيئة، وبتعمل برضو حماية البشرة من الاسمرار بتاع اللون اللي بيكون عادي في الجو بتاعنا يعني عموما. أهم مجموعة في المجموعات دي اللي هي مجموعة الإيفين أوت. الإيفين أوت دي الخاصية الأساسية بتاعتها إن هي معمولة من عرق السوس، وبرضك اللينجن 50-50 اللي هي مجموعة التوت وصفق التوت أو ورق التوت. المجموعة دي بتعالج البقع الداكنة في البشرة، بتعالج النمش، وبتوحد لون البشرة، وفيها برضو حماية من الشمس SPF 20. يعني كريم النهار بتاعها ممكن تستعمليه عادي بالنهار. كل كريمات النهار بمناسبة بتاعت أورفلين فيها حماية للبشرة، بس بتختلف الـ SPF بتاعت كل كريم على حسب يعني عنده SPF مختلف. الإيفين أوت الـ SPF بتاعته 20 بديك حماية أعلى للشمس. في نفس الوقت المجموعة دي فيها منتج جديد جدا اللي هو السيسي فاونديشن أو الكوزماتيك كولر فاونديشن، اللي هو بيعالج البقعة السوداء في البشرة، وفي نفس الوقت ممكن استعمله كفاونديشن بالنهار، أطلع بيه عادي بالنهار ما فيه أي مشكلة. دي بعتبر تقنية جديدة في أوروفليم، برضك فيه حماية من الشمس SPF 20، وبستعمله عادي بالنهار وأنا طالعة. الميزة في الفاونديشن ده أنه بيعمل وظيفتين، أنه هو بيعالج البقعة السوداء وفي نفس الوقت بيكون كأساس مكياج للبشرة. المجموعة دي كلها أصلا يعني بتغطي زي ما قلنا أعمار من 30 سنة لحد 40 سنة، وبتعالج احتياجات كبيرة للناس أو احتياجات كثيرة في البشرة، ودي حتى أسعارها في متناول الجميع. وفي نفس الوقت فيها روتين مكتمل، يعني فيها المغسول، فيها التونر، فيها كريم النهاري، فيها كريم الليلي، فيها كريم العيون. مشاهدي قوس قزح في أطياف، كل مرة معانا أستاذ عفاف إبراهيم خبيرة العلاقات الأسرية والمعالج النفسي، وكل مرة بنتكلم عن قضية معينة بنناقشها نعرف أسبابها ونشوف علاجها. خليكم معانا. مشاهدي قوس قزح في فقرة أطياف، قضيتنا الليلة الطلاق. هل ممكن يكون الطلاق بداية لحياة جديدة؟ الطلاق ممكن يكون ضرورة لابد منها. بتين بيكون يا أستاذ عفاف الطلاق ضرورة لابد منها في حياتنا. تحية وتقدير لكل الأسرة الآمنة والأسرة اللي بتنشد التوافق النفسي ومشاهدي قوس قزح. تحياتي لك دكتور أيمن. خلينا نخش كده الطلاق في المجتمع العربي عموم، يعني هو مخافة لكل الأسر والهاجس، كل امرأة ممكن هي تتعرض للتجربة دي. هو شرع وشرع للضرورة، يعني أصلا ما فيه أي كلام، وإن كان أبغض الحلال. نعم. المطلقة نتحدث عنها هي خصوصا لأنها هي أكثر يعني ضررا
واكثر يعني توتر وقلق من مساله الطلاق في المجتمعات العربيه. في المجتمعات نقول العربيه لانه العربية اصلا نعم. المجتمعات الاخرى لا تحفظات في مجال الطلاق وحاجاته. نعم. بدعاني كثير من الاسر ان هي ممكن المراه تقعد تحت ظل زوجها قاهره وسيء جدا جدا وقاسي وظروف اسريه قاسيه مخافة كلمة مطلقة. نعم. مخافة بس إنه يقول على إنها هي مطلقة في المجتمع. تستحمل حاجات كثيرة. تستحمل حاجات كثيرة. نعم. وبتجي دي كلها تبعات وعلى نفسها هي. أيوة. إنها هي تكون متوترة نفسياً وقلقة جداً جداً وتخسر حياتها وتخسر ذاتها وقيمتها وتكون هي عبارة عن ظل موجود في البيت عشان ما يربي الأطفال. المطلقة بتمر بمراحل يعني نحن ما نستثني المطلق بس المطلق يتعافى تماما يعني ممكن تجو حاجات بعدين نحن هنتطرق لأنه ممكن يتعافى كيف. في ثلاثة نقاط يعني بتتعرض لها المطلقة هي من خلال إحنا ممكن نلقي الضوء عليها. المطلقة بتتعرض للصدمة اللي هي الصدمة الأولى بتحت الطلاق. أيوة. إن هي مطلقة كلمة مطلقة ارتبطت بها وفي ناس كثيرين ممكن يكونوا 10 سنين ولا 8 ولا 9 سنين مطلقين وما قادرين يطلعوا للمجتمع يقولوا إحنا مطلقين وبيمارسوا حياتهم عادي وطبيعي وممكن ترضى بالقليل في سبيل إنها هي بس ما تنال اللقب بتاع إنها مطلقة وتطلع من بيته ومن أسرتها أو تكون أسريا مع زوجها ذاتها منفصلين يعني تماما في أوضة هي في أوضة ما في كلام بيناتهم بالسنين عشان بس خوف من كلمة أيوة ده الانفصال العاطفي الأول اللي نعم. هو ممكن يوصلك لمرحلة الطلاق نعم. بيحصل الانفصال العاطفي ما بين الأزواج وبيوتهم وبيكونوا قاعدين عشان خاطر العيال أو عشان خاطر الأبناء في حين إنه ناسين كثير إنه ممكن ده كله لو يعني حاجات نفسية سيئة على العيال قبل ما يكونوا هم عليهم. المرحلة الأولى بتحت الصدمة هي بتكون متعلقة بذاتها هي وبشخصها إن هي كيف تتقبل إن هي خلاص انفصلت وبقت يعني خارج المنظومة بتاعت إنه زوجه حياة اجتماعية وحياة زوجية أيوة. وإن هي بالمسار المجتمعي العادي إن هي زوجة متزوجة نعم. بعد ذلك بيكون عندها قلق. المرحلة الثانية هي اللي هي المرحلة بتاعت القلق والتوتر والاكتئاب. إذا ما لقت معينين أو ناس يطلعوها من الحتة دي هي بتتوقل فيها تماما وممكن تصاب بالاكتئاب. ودين من المعينين ممكن يساعدوها في المرحله دي في الاغربون اكثر احنا نعم. بنعول عليهم الاسره الاسره والمقربون بعدك بيجي الاصدقاء بعدك بيجوا ناس العمل بعدك بيجي المجتمع عموم يعني بكل منظوماته احنا ممكن ننتقي منهم. انا ما شخصيه واعيه اكيد فبقدر بشوف منهم ممكن يعيني او ممكن يدعمني. وفي ممكن الزول اللي بيحس بيك وبيحس بحسسك وبيجيك بيقدم لك الدعم وانك انت يقدر يدعمك ويطلعك من الأذية اللي انت فيها او الاكتئاب اللي هي ممكن تخش فيه والقلق والتوتر وبتبدا تحاسب في ذاتها ودي اكبر مشكله ان هي بتبدا يعني مع نفسها انه انا اللي طلقتها اكيد انا فيني غلط اكيد انا فيني نقص. والمجتمع بيدي الاشارات السلبيه اللي بيخليها هي تتكلم مع ذاتها سلبا نعم. يعني هو ما داعمه ما خلاص انت بقيت مطلقه يعني الحته الثانيه اللي هي التوافق النفسي دي المرحله الثالثه اللي احنا عايزين نصل بها نعم. ومين اللي بيصلى وبيصلى متين ودي الحاجات اللي احنا عايزين نتكلم عنها ونوعي فيها الناس. دي هم ثلاثه مراحل اللي بتمر بيهم المطلقه عشان نقدر نذكر ثلاثه سريع طيب. انه المرحله الاولى اللي هي الصدمه الصدمه التوتر والقلق اللي هي الحاله اللي بتخش فيها المطلق ايوه تمام. والثالثه دي المرحله احنا دايرين نصلها التوافق النفسي اللي هو بيتمرحل في مراحل كثيرة إحنا بندرجها 1 2 3 لغاية ما نوصل للمرحلة بتاعت التوافق النفسي وتقدر تبدأ كالعنوان الأول بتاعك الرائع اللي هي الطلاق بداية حياة جديدة نعم. لأنه عادة بيقولوا الطلاق هو طيب خلاص ليه الصدمة المطار. الصدمة عند المرأة بتختلف من الصدمة عند الرجل يعني الرجل الصدمة ذاتها الفترة حقت الصدمة ممكن تكون تتغلس جدا لدرجة أنه ممكن تكون 3 أيام أسبوع الصدمة وخلاص طبيعة المرأة يعني. المرأة طبيعة وحدوية الفهم يعني أنه زوجها خلاص زوجها نعم. يعني وبعدين احنا الرجال يعني مشرع عليهم التعدد أيوة. ممكن يكون هو مطلقه هي وعنده 2 3 يكفوه ذاتيا ويكفوه عاطفيا ويكفوه وجدانيا وفي احتياجاته الاخرى جسديه ما مشكله لو عرس ثاني الاسبوع الجاي ولا الاسبوع اللي حتى ما حتى في المجتمع لما يقولوا فلانه اتطلقت وعايزه تتزوج ثاني بيقيفوا رفض المجتمع عندها اولاد تعرس ولا تقعد تحرس اولادها هي شغاله شنو هي عايشه عاله ممكن تكون على اخواتها او على اخوانها وبالذات لو ما كان عندها مصدر دخل او ما عندها قيمه انها تطلع للمجتمع وتقدر تخدم نفسها نعم. المطلقه يتزوج عادي ولا بيسالوا بيقول له انت اصلا مطلق كم 2 3 بات الان في المجتمع يلفت النظر للمطلق يعني انا ممكن يجيني طيب هو ديك اللي طلقها اكيد عنده اشكاليه في شخصه او في نفسيته خلته يتعدد الزواج لكن نعم. برضه يمروا عليه يعني اصلا ما بتكون في وقفه مجتمعيه قاسيه اتجاهه لكن المراه هي المعول عليها هي الواقفين فيها يعني عشان كده احنا بنجد كثير في المجتمع بيجونا حالات كثير بتكون مطلقه لها 5 سنين و6 سنين تقول لك اهلي ما عارفين نعم. او بتقول لك انا ما قادره اتعايش مع المجتمع
المجتمع هو بيكون الوصمة القاسية اللي هي بتخلي المطلقة تنزوي تحت ذاتها وجوا نفسياتها وبتكون عايشة دمار نفسي شديد وتخش في حالات بتاعت اكتئاب قد تؤدي إلى الانتحار وتؤدي إلى حالة الاكتئاب بالضبط كده يعني بتصليها المطلقة. يعني مثلا في دراسات كثيرة هسه في دراسة في اليابان بتقول إنه من كل 10 مطلقين في 9 بيدخلوا في حالة بتاعت اكتئاب مزمنة. طبعا دي بالنساء أكتر يعني الرجال حالة الاكتئاب ذاتها ما بتكون شهور أيام بسيطة عندهم وبتنتهي. عندهم مخارج ليها عندهم مخارج إنه بيطلع من الحالة دي وبيمارسوا حياته طبيعي. بالإضافة لأنه هو عنده شغله يا إيمان يطلع بيمشي شغله مع أصحابه ممكن يطلع يعمل رحلات يعمل المهم بيخفف عليه الوطأة بتاعت إنه يطلع من الحالة دي. هي يستيل بتكون قاعدة في بيتها بتكون قاعدة مع أولادها في رعاية حتى التبرير للأبناء تبرير إنه وين أبوهم وليه إحنا انفصلنا لأنه دائما بتشير لها أصابع الاتهام ما في زول بيجي قاعدة كده وبالذات لما يطلقوا بعد 10 و20 وفي ناس 25 سنة أيوة فعلا عرفتي فما ما بيدوا العذر لأنه مثلا في حدود أو أصلا الطلاق ده مشرع يعني للضرورة أصلا هو لو ما كان يعني ممكن يحل إشكاليات وممكن يعني يكفي نشر أشياء كثيرة ممكن تعود علينا بسلبيات ما شرع ربنا سبحانه وتعالى ما يقول حاجة سهلة أيوة فالاكتئاب هو بيجي من شنو إن هي تنزوي على نفسها وتبدأ تأني بنفسها وتحس بعقدة الذنب وإنها هي منبوذة من المجتمع وإنها هي ما قادرة تعيل نفسها بالذات إذا ما كان عندها مصدر عيش إذا ما بتقدر تجيب قريشة براها وتأكل نفسها أو تأكل عيالها وده خلاها تصبر السنوات دي وده خلاها ممكن تكون تقعد تحت عباية الحياة الزوجية السيئة الرديئة ذيك عشان هي ما عندها معين أو ما عندها بعد ذاك الونسات يعني طبعا ما شاء الله المجتمع يعني ربنا اي كذا ما بدي يحسن سلوكياتنا المجتمعيه عشان نقدر نحسن افرادنا أيوة. احنا لو ما حسنا المجتمع من سلوك عام ما حنقدر نحسن افرادنا. هي ممكن يطلق على اشياء كثيره في المجتمع هي قد تاثر في نفسياتها تحمله عقده الذنب ولما الانسان يعيش في عقده الذنب دي اسوا حاجه انه هو السبب في الاشكاليه دي لانه هي اصلا اوهموها بكذا اصلا المجتمع قال لها كذا بتصرفاته بتعاملاته بانها هي دست انها هي ما مطلقه بانها بتتعامل في المجتمع بانها هي دون لسه عايزه زول يعيلها انها ما مقبوله انه ما حتتزوج ثاني ما حتقدر تبدا حياه جديده حتى اذا مشت تطرح نفسها في اي مجتمع اخر الحته الاشكاليه الوحيده اللي عايزه توصلها انها هي مطلقه دي ممكن توصلها اخر حاجه ممكن توصلها اخر حاجه ممكن توصلها انها تجمل الواقع وممكن توصلها انها هي تقول عبارات في حق الاخر عشان أيوة. كده عشان تدافع عن نفسها فبتبدا هي في محكمه مجتمع يعني قاسيه جدا جدا. احنا كثير بنقول انه هم معنيات بانه احنا نعدلهم ونعدل من سلوكياتهم ونأهلهم عشان يقدروا يواجهوا لنا المجتمع ويعرفوا انه الطلاق هو نتائج طيب النسب بتاعه الطلاق اللي بقت مرتفعه هسه لانه هل النظره اختلفت بتاعه المجتمع للمراه المطلقه ولا هل لانها هي بقت متعلمه وممكن تعون نفسها؟ يعني انا ما هصبر عليك كثير زمان كان بيصبروا حبوباتي وغيره لانه هم ما عندهم ذول بعلم لكن في الوقت في الزمن هسه الناس متعلمه والناس شغاله يعني ما فارق معها كثير فكده ممكن طبعاً. يكون تبرير للزياده ممكن لا لا انا في حاجات ثانيه احنا ما عندنا احداثيات كثيره ممكن من خلال نتكلم. الطلاق بقى في الجيل الحالي واسع جدا جدا وفي جرأة في انه انا اقول انا اطلقت وخلاص عايش حياتي ايوه مارس وضعي بقت انه من الاسباب اللي انت قلتيها انه انا مستقله بذاتي وعندي شغلي وحياتي بقت في قوه شخصيه عاليه جدا جدا وعلمي واسع جدا جدا انه حقوق المراه انها تاخذ حقها ما تقعد يعني منهاره او تقعد يعني مثلا في حياه قاسيه جدا جدا ما تقدر تاخذ حقها وتربي ابنائها. بعد ذاك الجيل الحالي بتاعنا منفتح بقى وبقت في الندية. احنا زمان حبوباتنا ما في ندية خلاص الراجل راجل يتزوج واحد واثنين وثلاثة ومثلا وثلاثة وربع وما تقدر انت تقول حاجة أسئلة يعني حتى لو زوجها يعني مثلا يتزوج فيها هي ممكن تطالب بالطلاق ما عندنا جرأة. بعدين كلمة الطلاق دي كانت تقال حاليا بقت لهم عندها لها مسميات كثيرة وعندهم مبررات شخصية حقتهم هم يعني احنا مهما العلم خدت لهم مثلا بنود وقوانين وحاجات هم بينزحوا عنها لانه جيلنا الحالي بقى جيل صلد بقى بيمكن بيمسك يعني عنده مقوماته ومهاراته وآراءه الخاصة عنده آراءه الخاصة ما بتشبه جيلنا الآخر ما بنقدر إحنا ذاته نثبته نقوله إحنا ما ممكن أنا حاليا جيل كم وتسعين أقول له حبوباتنا زمان أنا ما بقدر أقول له وأنا خلي حبوباتنا زمان. فعشان كده هم عندهم حاجاتهم اللي يفترض إنه يعني إحنا ندعمهم بها بالدورات التدريبية والتأهيلية والقيم بالضبط والتعليم السلوكي يعني الدورات دي برا في يعني دورات تأهيلية للناس المطلقين في مراكز كبيرة في السودان في مراكز والله حاليا بدات ودي انا يعني احنا طبعا في المجتمع السوداني عموما يعني كذا خصوصا كذا بيعتبروها انها ليه ما في كبير العيله زمان اللي بيحيل والبربط
ليه نعمل مراكز؟ وانا ذاتي بستحي ان امشي اطرق بمركز فيه ناس مؤهلين ومتخصصين عشان ما يعدلوا لي حتى ما يوصلوني مرحله الطلاق. لا او حتى المراكز او حتى في المرحله ما بعد الطلاق في مرحله الاكتئاب والصدمه. انا قصدي على التاهيل يعني احنا محتاجين كثير انه اصلا ننبه انه ما المعالج النفسي ده ما يودوك ليه الا مربط بالجنزير وما اعرف شنو الحاجات دي. نعم. دي ثقافات ودي سلوكيات احنا عايزين نطرحها انه من الادبيات انك انت تمشي تطرح على متخصص. نعم. عشان يديك الاجابه الشافيه وتكون محصوره. لانك اذا مشيت تونست بقى في اي حته ومشينا ما عارف لشيخ ومشينا الكلامات الحاجات دي كلها. أيوة. فهي دي ما توصلنا لنتيجه ونبدا. نعم. احنا عندنا حياه في انه نطرح حياتنا على متخصصين وممكن يقيفوا معاك وممكن يدعموك. ده ما بينفي انه يكون في داعمين من الاسره. نعم. وداعمين من الاصدقاء. دعمي نفسي ذاتي انا ذاتي اقعد كده واقيم نفسي واقيم اخطاء الفتره اللي انا مريت بها. الطلاق كان حصل لشنو؟ لازم اقعد مع نفسي ولازم ما اطلع نفسي من الخضاغط. اكون انا ذاتي مخطئه في التعاطي بتاعي مع زوجي، مخطئه في التعاطي مع ابنائي، مع اهل زوجي، الاسباب اللي ممكن تؤدي الى الطلاق. انا ما اكمل نفسي واقول انا خلاص، لكن في النهايه حصل الطلاق. اي اقيم ذاتي واقدره، بعد ذاك ما احس بتانيب الضمير. نعم. والالم اللي بيحدث الداخلي هو اللي بيحطمك وبيخليك انت منزوي وما قادر انك تنجز اشياء. نطلع للحياه، انا عايزه شريك اخر، ما خلاص وقفت ده الحياة. ممكن في السودان، وخصوصا ان الواحده تكون عندها عيال، بيقول لك ان فعلا دي نظره المجتمع، هي دا تتزوج وهي عندها عيال بعد الطلاق. ده ممكن يعني نظره انانيه شديد للرجل. الرجل ممكن يتزوج عنده عيال ما عنده عيال ما مشكله، لكن المراه طالما عندها عيال حتى لو كانت صغيره جدا وهي مطلقه في العشرينات مفروض تقعد طول حياتها تربي عيالها. ده نظره المجتمع بتاعتنا كده. احنا. نعم. اصلا محكومين بتربيه في المجتمع السوداني ما حنقدر ننفصل عنها، لكن باتت الان ضروره. انا كشخصي اذا ما طلقت محتاجه لشريك اخر في حياتي. نعم. فدي قناعاتي انا الشخصيه النفسيه، واذا ما دعمت نفسي بقدر اقنع الاخرين. نعم. ما هي اصلا شيء حلال وما محرم، بس انا كيف اقنع نفسي وكيف ما، لانه يعني الواحده تلقاها مطلقه وعمرها 20 سنه او 25 سنه. أيوة. لكن لما تنظر لها بتبدا 40 45 سنه، فبتبدا تتحدث مع نفسها وحديث سلبي، ودائما لما تكون المدخلات سلبيه اخي اكيد المخرجات مالها بتكون سلبيه تماما. نعم. بتاثر على شكلك وعلى معنوياتك، على تعاملك مع تعاطيك مع الاخرين، حتى اذا عندك ابناء انت كمطلقه بتربي فيهم فبتديهم التنشئه السالبه، الطاقه السلبيه كلها تماما. نعم. طاقه سلبيه ما في لها يعني غير انها تولد برضو مخرجات سلبيه وتعاملات سلبيه، والبيت ممكن تطلع كارها الرجال بالضبط كده، ابوك عامل. أيوة. وابوك كده، فبيطلع العقد دي كلها. ونحن ان شاء الله حنتواصل فيها في حلقات ثانيه ونتكلم عن الحته دي لانها طيب مهمه. المخرج من حاله الاكتئاب يعني اول خطوه التصالح مع الذات، انه هي دي ما مشكله الطلاق، ده كان حل انا وصلت له، حلوة ضرورة، حلوة ضرورة. أنا وصلت لها، لو ما كده ما كان حصل الطلاق. تمام. التصالح مع الذات، المجتمع مفروض يساعدني والأسرة مفروض تساعدني. هي هم كتير ناس كتار كده يجيفوا جنبك عشان يدعموك ويساعدوك وطلعوك من الحتة دي. بس الناس حيدعموك كيف؟ إذا أنت مقلقة على نفسك، إذا أنت قاعدة كده منزوية على نفسك، يبقى التغيير يبدأ من الداخل. إذا أنت ما طلعتي للمجتمع وطلبت المساعدة من أهلك ومن حوالينك ومن أصحابك وتنتقي المخلصين، الناس اللي عايزين يدعموك ويقيفوا معك، ما تتخبطي في قراراتك، ما تتخبطي في اختياراتك، أنت من هنا بتطلعي للمجتمع وبتكون متعافية تماما وبتبدأ حياة جديدة. يعني أصلا نقدر نقول في خطوات كده كيف الطلاق يكون بداية لحياة جديدة. نتجاوز الصدمة الأولى، لازم نتجاوز الصدمة الأولى ونقعد مع نفسنا بطريقة إيجابية ونقيم أخطائنا اللي وقعتنا في اختيار الشريك اللي ممكن أساء ليا أو ممكن وصلني للمرحلة تحت الطلاق. نؤمن تماما بأنه الطلاق هو قرار فردي، هو قرار أنت اتخذتيه، تكوني قوية جدا جدا اتخاذك للقرار وتدعمي نفسك معنويا ذاتيا قيميا، تتعلمي من التجربة اللي أنت رجحت لها، تخدي في بالك أنه إذا في شريك لي قدام، إذا في شريك لي قدام ما تستصحبي معاك التجربة السابقة، ما تخليها معاك عشان ما توقفك، تبدأ في حالة مقارنات، ما أنا برضو كان المرة فاتت عملت كده وحصل لي كده، فدي إشكالية كبيرة جدا جدا. بعد ذاك خليكي انتهجي منهج جديد في حياتك، خليه انه يطورك ويدعمك ويطلعك للحياه، وخلي عندك صوت ايجابي انه يوري انا ليه طلقت والاشكاليات اللي خلتني طلقت وانا موجوده في المجتمع. اذا الطلاق ممكن يكون بدايه لحياه جديده. الطلاق بدايه لحياه جديده. بدايه لحياه جديده. مشاهدي قوس قزح، الطلاق ممكن يكون بدايه لحياه جديده، وحقيقه يا استاذ عفاف بتدينا طاقه ايجابيه كبيره انه احنا في حاجات كثيره في الدنيا المفروض نشوفها بصوره ايجابيه، يعني الطلاق ما نهايه ابدا، ولسه في حلقات كثيره هنتكلم فيها عن جوانب اخرى من الطلاق وكيف نتعامل وكيف المجتمع المفروض يتعامل مع المطلقه ما نظلمه، لانه بعض من الرجال المطلقين برضه بيخشوا في نفس الحاله لكن بيتخرجوا. افتكر بسيطين جدا يعني. بسيطين ممكن يكون اسبوع حالتهم دي بس. مشاهدي قوس قزح خليكم معنا في فقرات جايه.
مشاهدي قوس قزح وصلنا لفقرة باترونات. فقرة باترونات بنهتم بالمهارات اليدوية، وكل مرة هنتعرف على مهارة جديدة. والليلة في فقرتنا معانا براح الكناني، نتعرف عليها أكثر من خلال باترونات. درست طب بشري، هو مش انه ما كان رغبتي، هو انا اكيد ما في زول يعني بيرفض انه يكون هو طبيب ولا كذا، بس للاسف انه فهم الناس انه يعني انت يا تكون دكتور يا ما تكون حاجه يعني لها شان. انا بعد الطب قمت قريت الفنون الجميله، بالنسبه لي هو كان عشق انا والالوان يعني ما انتهى ولحد هسه. الليلة حابة أوريكم إنه إحنا كيف ممكن نستفيد في ديكورات بيتنا من الحاجات اللي أوريدي إحنا استخدمناها قبل كده. بنكسر الملاعق ونرصها بشكل مرتب يعني زي عندنا هنا بالشكل والشكل ده، ممكن أو ممكن تكون كلها هي عبارة عن شكل الملاعق. ممكن نستخدم فيها كم لون، هنا أنا مستعملة لون واحد، لكن هو ده ما حاجة بيزك يعني حاجة ثابتة ولا حاجة أساسية. ممكن ندخل لون في لون، أحمر، ذهبي، أزرق، سيلفر، أي لون إحنا عايزينه. دي رقم واحد. الحاجة الثانية عندنا مثلا بيكون عندنا بقايا البوتلز حقت البيبسي والكولا والواتيفر المشروبات دي، دي كمان عندها برضو استعمالات كثيرة شديد. نفس البوتل دي إحنا ممكن نعمل منها بازة، هنا دي أنا مستخدم عاملاها بالبوتل حقت المشروبات الغازية. طيب جيت بخيتها ولصقت فيها، عندنا برضو الحبل، أكيد بنلقي عندنا حبال في البيت يعني مثلا ده حبل عادي جدا، أخذت منه جزء لفيته في نص البطل، وبعد كده بالملاعق جينا كسرناها ولصقناها. ممكن ناخد أواخر البطل نعمل منها حاجة زي دي. دي عبارة عن الطرف الأخير من الكزازة البيبسي، ممكن نجمعهم كم واحدة، تمام، نعمل منهم كم شكل مع بعض. هنا مثلا عندنا دي شيالة، بشوف انه الفكرة ما انه انا قريت شنو، لكن الفكرة انه انا حاجة اللي انا فيها دي، هل انا حأثبت فيها وجودي، حأعمل منها نجاح، حأخذ منها بصمة أستفيد منها وأعلم غيري. حقيقة من أساتذتي لزملائي لطبعا أخواني وأمي وأبوي في البدء، هم اللي كانوا جنبي لحد ما أنا وصلت للحاجة دي، والحمد لله قريتها وتخرجتها وشغالة في الحافي حاجات كثيرة كلها بصدد الفنون. مشاهدي قوس قزح وصلنا لفقرة بنفسج. فقرة بنفسج الجمال والبشرة، كل مرة هنتعرف على مشكلة بتواجه البشرة وكيف نحلها. عشان تتعرف على مشكلات الليلة خليكم معنا في بنفسج. مشاهدي قوس قزح مشكلتنا الليلة في بنفسج مشكلة بتهم كل الناس، نساء ورجال على حد سواء، الشيخوخة. منو فينا ما بتفرح لما نقول لها احنا كنا مفتكرين انك يعني كبيرة واصغر من كده، انت صغيرة وبالله دي بنتك، احنا قالين لها اختك، وحتى لو جيت في البيت قالوا له معقولة دي احفادك قالين لهم اولادك، اكيد بنفرح، بنفرح لانه احنا بنحس انه احنا صغار. كلنا رافضين لانه تظهر فينا علامات الشيخوخة، بنحاول نحاربها ونهتم بها. في الوقت هسه بقينا نهتم اكثر من زمان. زمان كان ما عندنا مشكلة، المجتمعات كلها يعني التأثير والعوامل المختلفة بتأثر علينا وكنا بنسكت ما عندنا مشكلة، لكن أسا الناس تغيرت، بقت الاهتمام بالبشرة. مقاومة الشيخوخة هدف لناس كثيرين كبار وصغار، رجال ونساء على حد سواء. عوامل كثيرة بتأثر في بشرتنا بتخلينا نسهر في عمر أكبر من الحقيقي، ودي حاجة كلنا ما هنرضى لنفسنا. عشان أن احنا نقاوم الشيخوخة قبل العلاج، يعني المقاومة هي الأساس، لأنه العلاج هياخد قروش كثيرة وهياخد زمن طويل أحد ما أن احنا نزيل الآثار بتاعت علامات تقدم السن. الشيخوخة وكيف نقاوم آثار الشيخوخة في بشرتنا، التجاعيد وغيرها، هيكون محورنا الليلة الأساسي. هنتكلم عن العامل الأول، هنتكلم عن العامل الوراثي.
العامل الوراثي سبب أساسي في ظهور علامات تقدم السن في البشرة. العامل الوراثي هتقولوا لي طيب العامل الوراثي إذا كانت جينية مورثة، يعني في أسر ما ظاهر ما بكون ظاهر في من عمره، مهما يكبروا تشوف الزول في 50 هتقول 30 سنة، تشوف الزول في 40 هتقول 20 سنة، ما بيظهر فيهم العمر. طيب الأسر دي محظوظة جدا إذا كانت أنا أسرتي ما بيظهر فيها علامات الكبر، لكن الأسر الثانية الحل شنو إذا كان العامل الوراثي ده هو أول العوامل؟ بتنبهني الحاجة دي جدا، يعني مثلا لو لقيت أنا أمي ظاهرة فيها علامات تقدم البشرة من بدري أنا بتحذرني في أنه أنا لازم الوقاية تكون من بدري جدا، يعني العامل الوراثي هنا بنبهني، يعني حبيبتي ظهر فيها بدري أمي من بدري من الأربعينات من الخمسينات ظهر فيها علامات الشيخوخة في البشرة، لازم أنا معناتها دي مسج أنه تنبهني أنه أنا بدري أحصل أعمل كل الحاجات الوقائية اللي بتخلي الحاجة دي تتأخر. العامل الوراثي بينبهني. نجي للعامل الثاني. العامل الثاني وهو الشمس. الشمس أنا بفتكره أهم عامل في العوامل إحنا هنذكرهم كلها. الشمس مدمرة للكولاجين بتاع البشرة، بتظهر عوامل تقدم السن بطريقة مبالغة، يعني حتى وأنا بكون مرة في الشارع بلاحظ لكل الناس اللي بيكون شغلهم بيجبرهم إنه يقعدوا ساعات طويلة تحت أشعة الشمس، يعني مثلا ألف المرور البعين اللي بيكونوا في الطريق وغيرهم، يعني انت لو شفت الزول بتشوفه في الأربعين وهو بكون في العشرين من عمره بتظهر كل التجاعيد في حوالين وشه، ودي حاجة خطيرة جدا يا اخواننا. الشمس عنصر أساسي، إذا ما كان هو أهم العناصر احنا هنتكلم فيها عن مسببات شيخوخة البشرة. الشمس مدمر للكولاجين، بيدمر الكولاجين بصورة فظيعة وبصورة يعني علاجه بيكون صعب جدا. عشان كده في الشمس، في حتة الشمس دي بالذات انا بنبه انه يا اخواننا لازم الواقي بتاع الشمس يدخل على يعني علينا كمفهوم اساسي في حياتنا اليوميه، ما رفاهيه واقي الشمس. واقي الشمس حاجه ممكن يكون ثمنها بسيط، لكن علاج التجاعيد في الأربعين وفي الخمسين ممكن يكون ثمنها اكثر. فعشان كده انا بنبه انه الثقافه بتاعت واقي الشمس ما للنساء فقط، للنساء والرجال. واقي الشمس بيدعمل قبل نص ساعه مما نتعرض للشمس، وبتعمل 3-4 مرات في اليوم إذا كنت أنا بتعرض للشمس بصورة كثيرة. إذا كنت بس في طريقي لشغلي وأنا راجعة في الشغل، فأنا بحبز إنه تعمله قبل ما أنت تمشي الشغل بنص ساعة في شغلك. لو أنت في ظلمة مشكلة، لكن قبل ما تطلع من 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 محل شغلك وأنت راجع على البيت تاني، لأنه شمس الساعة 4 برضو شمس حارقة جدا للبشرة، تستعمل واقي الشمس قبل نص ساعة مما تعرض للشمس. عندنا جانب الغذاء. الغذاء زي ما ذكرنا إنه هو من أهم العناصر، يعني العنصر الغذاء ده ممكن يسبب لي كثير من الأمراض بس بالغذاء اللي أنا متعودة عليها. كمان الغذاء ممكن تأثر في بشرتي تماما، يعني أسا في ناس مثلا في دراسات بتقول إنه اليابانيين لأنه بياكلوا الأسماك وفيها الأوميجا 3 وفيها مضادات الأكسدة وبياكلوا الخضروات والفواكه ما بتظهر عليهم، بالرغم من إنهم بشرتهم بيضة ما بتظهر عليهم علامة التجاعيد. يعني مثلا ممكن تلقى لك واحد ياباني عمره 60 سنة أنت تفتكر إنه عمره 40 سنة، ده لانه غذائهم بيختلف من غذائنا، ما بياكلوا السكريات كثير زينا، ما بياكلوا الكربوهيدرات بكميه كثيره زينا، بيعتمدوا على الاسماك وبيعتمدوا على الفواكه والخضروات. الغذاء برضو عامل اساسي، في دراسات كثيره بتقول انه هسه ممكن بالغذاء فقط انا احارب الشيخوخه تماما واثرها في 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 مظهر الانسان. فانا بنبه انه الغذاء ممكن يكون دواء لمقاومه الشيخوخه. الغذاء مهم جدا. نجي لنقص الماء. نقص الماء كمان احنا كلنا بنتلهي بشغلنا في اليوم وندر ما نتذكر احنا في محل شغلنا او الطلبه في المدارس او في الجامعات انه ينتبهوا انه يشربوا مويه، ولو شربوا مره واحده مع الفطور خلاص بيرجعوا البيت في نهايه اليوم ما بيذكروا انه بيشربوا اي مويه، ونقص المويه برضه بيسبب لنا مشاكل صحيه كثيره جدا جدا. فانا بنبه انه احنا بنحتاج في يومنا من 7-8 كبابي بتاعت مويه، بتدي نضارة لبشرتنا، ما بتخلي التجاعيد تظهر بدري، وبتدي صحة لنا وبتطلع لنا كل السموم الداخلية. الموية عنصر أساسي في حياتنا لازم نتذكره، حتى ممكن نربطه بحاجات معينة، نربطه إنه بعد كل صلاة إن شاء الله نشرب كوباية موية، بعد كل 4-5 ساعات نعمله منبه في الموبايل حقنا. المهم إنه تواجد الموية ضروري جدا في حياتنا، لو كنا إحنا دايرين نتجنب كثير من الأمراض، أو لو كنا دايرين البشرة تكون شابة لمدى طويل. عندنا بعد ذاك الرياضة. مفهوم الرياضة في السودان افتكر انه قليل جدا، منو فينا بتريض نص ساعة يوميا او ساعة يوميا؟
بنفتكر الرفاهيه بنفتكر انه احنا ما عندنا زمن، لكن بالرياضه ممكن ان احنا نتجنب مخاطر كثيره، امراض كثيره، والامراض ذات نفسها ممكن بتظهر لي التجاعيد خارجيا. يعني انا طالما انا كويسه داخليا بشرتي هتكون كويسه خارجيا، لانه البشره بتعكس الحاجه الداخل الدواخل. يعني انت عيان هيكون ظاهر في بشرتك، انت ناقصك مع يعني معادن او فيتامينات او ناقصك مويه بتظهر في بشرتك. كمان الرياضه، الرياضه بتشد الجسم وبتشد البشره وبتخلي الكولاجين متحفز دائما. فانا بنصح بالرياضه نص ساعه يوميا، حتى لو كانت يعني باي طريقه انا احاول اشوفها، يعني في المغرب يتريض الصبح بدري قبل ما امشي لشغلي، اصحى بدري بعد الصلاه يتريض. الرياضه حاجه مهمه جدا جدا في حياتنا. بالنسبه للنساء، مستحضرات التجميل، طبعا بالنسبه للنساء بيستعملوا كثير من مستحضرات التجميل اذا كانت بغرض التفتيح، او مستحضرات تجميل للمكياج او غيره. مستحضرات التجميل بتكون معموله من مواد ممكن تضر البشره جدا يعني. فانا بنصح انه المستحضرات لما انا اجي اشتريها لازم تكون ماركه معينه، لازم اقرا المكونات حقتها، لازم انا ما اتعود انها تكون في بشرتي اليوم كله. البشره لازم تتنظف، لازم يعني ازيل المواد الكيميائيه اللي انا بعملها حتى لو كانت ماركه، لازم تتزال من الوش، الوش عشان يتنفس يعني يقدر يتنفس وكده. فمستحضرات التجميل للاسف عشان كده احنا بنشوف انه في البنات من عمر الأربعين البيت بتظهر فيها ملامح الشيخوخه وتظهر فيها التجاعيد، عكس الاولاد، لانهم الاولاد تقريبا ما بيعملوا مستحضرات تجميل، بشرتهم بتكون معافى وسليمه. يعني احنا بنستعمل مستحضرات تجميل كثيره وكمان كريمات ممكن تضر البشره، والبشره مصدر حمايه خارجيه. فانا كل مره بمستحضرات التجميل بدمر في بشرتي، خصوصا لو المنتج كان رخيص او انا ما عارفه مصدره او انا ما عارفه مكوناته. نجي للتوتر. التوتر سبب أساسي في كل الأمراض. التوتر سبب أساسي مش في تقدم العمر بس أو الشيخوخة أو يعني بينتهي من الكولاجين في الوش، لكن لكل الأمراض. يعني في دراسات كثيرة بتقول إنه في مهن معينة بتعرض فيها الزول للتوتر أكتر، هم بتكون مصاحبة لهم أعراض أكتر في تقدم العمر والسكري والضغط حتى السرطانات. التوتر بيأثر داخليا على هرمونات كثيرة في الجسم، بيقلل المناعة، بيخلي الزول يسهر بمسهر أكبر. فإحنا بنلاحظ أسهل حتى المهن المربوطة بالتوتر، لو شفتوا الناس عملتوا إحصائية للأمراض وشفتوا الشكل الخارجي للناس الشغالين في مهن فيها توتر، نسبة التوتر عالية، هتشوفوا فرق كبير جدا جدا جدا. فالتوتر عامل أساسي ما لظهور الشيخوخة بس على الجلد، لأمراض كثيرة جدا جدا. التدخين. التدخين يعني لحسن حظنا انه بالنسبه للنساء، انا افتكر انه في السودان ما كثير، ما في النساء بيدخنوا يعني الا شريحه بسيطه. بالنسبه للرجال ده سبب اساسي. يعني احنا بنلقى انه الرجال دائما بيكون عندهم تجاعيد حول الفم وتجاعيد في الوش، لانه التدخين بيدمر الكولاجين. التدخين ما بيدمر الزول داخليا بس، داخليا وخارجيا بيديهم مسخر اكبر كبير جدا من عمره. نجي لكسرة التعابير في الوجه. كسرة التعابير في الوجه طبعا بتكون عند بعض المهن مثلا زي الممثلين. يعني مثلا لو شفنا تعابير عادل إمام بقت ظاهرة ومرسومة على وشه من غير التمثيل، يعني لأنه بيستخدم تعابير في وشه كتير عشان يعبر بها في التمثيل. حتى الناس اللي بيصروا كتير أو بيتكلموا بوشهم دائما بترتسم، تبقى دائمة يعني تبقى دائمة التعابير في الوجه، وعلاجها برضو بيكون صعب شوية. عدم النوم الكافي، ونحن يعني دائما بنقول انه 8 ساعات في اليوم دي المده الاساسيه المفروض ناخذها في النوم. 8 ساعات ما في كثير بنوم 8 ساعات، 4 ساعات 3 ساعات الزول يطلع بالليل يقعد يفكر في مواضيع كثيره. عدم النوم برضه بياثر على هرمونات كثيره، بياثر على عمليات كثيره داخليه، بيتعكس داخليا وخارجيا. يعني كلنا عندنا مشكله في عدم النوم. الامراض العضويه، ودي اخر نقطه انا هتطرق لها، الامراض العضويه احنا قصدنا انه الامراض الداخليه، وهي جايه من عدم النوم وجايه من التغذيه وجايه من التوتر اللي هي الضغط وامراض الشرايين وامراض القلب المختلفه، كلها داخليا بتاثر لها على الانسان خارجيا. وزول لما يصاب بمرض بتلاحظ انه بياثر عليه خارجيا، وعمره بيكبر اكثر ب 10 ل 20 سنه لقدام. انا تعمدت في حلقه الليله اتكلم عن الاسباب الاساسيه، وما تكلمت عن العلاج، العلاج اللي احنا بنعمله للتجاعيد الخارجيه، هنتكلم عليها ان شاء الله في حلقات مقبله. لكن بس انا كنت انبه الناس انه من بدري يحاولوا يقاوموا العوامل الاساسيه اللي بتؤدي لنا الى تجاعيد البشره، عشان العلاج يبقى اسهل جدا ويكون متاخر في مرحله متاخره. دي كانت موضوع حلقتنا الليله، انه احنا كيف نقاوم التجاعيد ونعمل وقايه منها من بدري جدا.
مشاهدي قوس قزح انتهت حلقتنا الليلة. كل يوم خميس الساعة 5 مساء بتجدد لقائنا معاكم. في أمان الله.